مودست هيبدأ مباراة المصر أساسي؟ ما فيش خلاص، انت حسين موقوف، كهربا موقوف، انت عارف كهربا ست ماتشات وحسين ماتشين بسبب وقعة الشيبي، بس في صلاح محسن، بس الراجل مركز على مودست اكتر وشايف ان هو اللي حقق له التارجت بتاعه. اللعيبه بتتكلم على مودست كويس جدا وبيفنش بقوه، يعني نادر ما بيضيع كوره جوه منطقه الجزاء في التدريبات، فالاقرب ان هو يعوض غياب كهربا وحسين الشحات امام المصري بوجود بيرسي تاو مع رضا سليم وعوده عبد القادر للقايمه والبدء بمودست كراس حربه. رضا سليم هيلعب شمال ولا يمين؟ هو ممكن يعني يغير ويبدل بينه وبين بيرسي تاو، او يخليه احتياطي ويبدا ببيرسي تاو واحمد عبد القادر، لكن في كل الاحوال بيرسي راجع للقايمه ومودست استبعاد عبد القادر من الماتش، ماتش السوبر كان حاجه غريبه. بوس كولر اسوأ اداره فنيه لكولر من ساعه ما جه النادي الاهلي، سواء في اختياراته سواء في التشكيل. ممكن حد يقول لك لا ده بدا تشكيل كويس ورضا سليم، بص رضا سليم وامام عاشور من احسن اللعيبه اللي لعبوا في مباراه الاهلي واتحاد العاصمه، لكن يعني هي وجهه نظر. طبعا لا تمام، لا على لكن فكره بدايتهم ماتش زي ده، بدايتهم في الماتش ده ما كانتش يعني من وجهه نظري صح. ليه؟ انت مفنش السنه فات بشكل كويس، في هارموني بين اللعيبه، اللعيبه حافظه تحركات بعض، مع بدايه موسم العمليه ما تدخل، عارف يقول لك هي ماشيه ما تغيرش فيها، فما تدخل عنصر وعنصر تاني جديد، طريقه لعبهم اسلوبهم، حتى لو عملت معسكر في النمسا لعبت ماتش بس تاو جه متاخر، انا معاك طاهر محمد طاهر كان بعيد، بيرسي تاو كان ياخد سليم. بيرسي تاو كان ياخد شوط حتى لو حس باجهاد تسحبه، ويكون رضا سليم على الدكه خد على اجواء الماتش، خد امام عاشور كان عندك قفشه بسهوله جدا، ممكن بالزبط. تبدا بقى انت ظاهر برده كريم في عدم تفاهم شويه ما بين لعيبه الاهلي، يعني لسه كور كتير. انا بقول لك كبدايه هو عامه، خد بالك كل ده مفهوم في بدايه الموسم، على فكره بيبقى فيهم نادي الزمالك النهارده، يعني برضه عشان ما نقولش الكلام امبارح ان الاهلي في بدايه الموسم فخسر، ما هو الزمالك برضه في بدايه الموسم، بس هو الفرق بين الاهلي والزمالك اللي لسه كنت بقوله من شويه، الاهلي كان بيلعب اتحاد العاصمه امتى الماتش الزمالك الزمالك بيلعب في بطوله اللعيبه استسهلت الماتش، بس كل ما ينفعش تحكي على اي حاجه، كانوا نازلين حاسين ان هم هيكسبوا. الكلام ان اتحاد العاصمه مفنش 10 الدوري و11 الدوري الجزائري والكلام ده اثر، لا الدوري الجزائري كله قوي، لحد ال10 الاولين دول بيبقوا جامدين جدا، الجماهير كمان وهتلعب في الملعب كله جماهير اهلي، عارف هو اليوم ما كانش يومنا، حتى الفرص اللي ضاعت، التحكيم نفسه. في بس قضيه كريم فجرها من خلالك في ثانيه، في ثانيه في اجنده دوليه في شهر اكتوبر، المنتخب يلعب مع زامبيا يوم 12 وهيلعب مع الجزائر يوم 17، الاهلي عنده 20 مباراه سيمبا في دوري السوبر الافريقي. المشكله مش في مباراه سيمبا اللعيبه المصريه بس اللي هيبقى منتخب، لا المشكله في ديانج في مالي، المشكله في بيرسي تاو في جنوب افريقيا، المشكله في معلول، ازمه جديده الاهلي يصطدم بيها مع مسؤولي الاتحاد. فاكر اتكلمنا انا وانت في الموضوع ده، فاكر اتكلمنا انا محمد جمال، بس هقول لك حاجه بقى، الحل ان منتخب مصر يلعب مع الجزائر يوم 15 بالظبط، انا بتكلم لو دلوقتي لو مش شغالين على كده بالظبط، بس هم حددوا بتاع الماتش بتاع الجزائر يوم 17، اتمنى ان الموضوع يبقى 15. وفي بقى يعني حته التضارب دي، ده بين الاجنده والمرأة نتكلم عنها كتير، عشان دي ده الكاف هو اللي عامل الازمه دي كلها بصراحه، بس يمكن الاجنده الدوليه تعتبر تبع الفيفا بتاعي، ما بس الكاف هو اللي بيعرف يظبط كل الامور، يبعد يعني حتى القرعه بتاع الدوري، لا الماتشات بتاعت افريقيا هو اللي بيعرف. محتاجين الحلقه الجايه نتكلم في القصه دي بما ان احنا اللي فجرناها، صح كده، نتكلم مع بعض.